الكرة الأرضية وزنها يزيد. من عام 1980 اليوم مشكلة زيادة الوزن عند الناس قامت تزيد، بحيث أصبحت بالعالم أكثر من الضعف. وتخيل يا سعيد أنها الحين كثرة الأكل تقتل الناس أكثر من قلة الأكل. حالياً أكثر من ملياري إنسان وزنهم أكثر من المعدل، بينهم 600 مليون مصابين بالسمنة. الحين أكثر من 60% من البالغين بالولايات المتحدة عندهم وزن زايد أو مصابين بالسمنة. أما عندنا بالإمارات تعرفون أكثر مني، روحوا على أي فود كورت بالمول عشان تتأكدون. المصيبة أنه أسرع معدلات انتشار السمنة هي بين الأطفال، وحالياً عدد الأطفال تحت سن الخمس سنوات والمصابين بالسمنة زاد عن 50 مليون. المشكلة ما عادت حصرية بالدول الغنية، إنما انتشرت أيضاً بالبلدان النامية خاصة بالمدن، لدرجة أنه سمنة الأطفال فيها أعلى من 30% من الدول الغنية. شو نسوي؟ جواب بسيط، أكل صحي متوازن، شوية رياضة وتمارين، وتوعية الأطفال. وعساكم دوم صحة وسعادة.